مشاهدينا الكرام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حكومة بلاده قررت الامتناع عن استخدام عملات الدول التي وصفها بغير الصديقة، وذلك مقابل شرائها للغاز الروسي. وأضاف بوتين في اجتماع عن بعد مع أعضاء حكومته أن موسكو ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة. تصدير بضائعنا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالدولار واليورو ليس له أي معنى، لذلك اتخذنا قرارا بنقل الدفعات مقابل الغاز الذي نصدره للدول غير الصديقة بالروبل الروسي، وذلك يعني امتناعنا عن التعامل بالعملات التي كانت أساءت لسمعتها، إلا أننا سنستمر في الالتزام بتوريد الغاز والنفط وفق العقود المبرمة سابقا. حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من أن العقوبات التي يمكن أن تشمل قطاع الطاقة الروسي قد تؤدي إلى انهيار أسواق الطاقة العالمية. وأقل نوفاك في جلسة استماع بمجلس الدوما الروسي أن موسكو لم تستخدم سلاح الطاقة مطلقا، وإنها تواصل إمداد الأسواق رغم الوضع الجيوسياسي المعقد. حسب رأيي أن الوضع في السوق العالمية متوازن، ورغم أننا نرى أن هناك نقص في الاحتياطات في الأشهر الأخيرة، وهذا يشير على أنه هناك نقص في السوق ويزداد الطلب. لهذه السنة نحن ننتظر أننا سنصل إلى مستوى عام 2020 عندما كان هناك طلب على النفط، وبهذا الشكل دول. شدد المستشار الألماني أولاف شولتز في كلمة أمام البرلمان على ضرورة استقلال بلاده عن واردات الطاقة الروسية، وأضاف أن ألمانيا بحاجة ماسة للاستقلال عن النفط والغاز الروسيين والوقود التقليدي بشكل عام، وإلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة. لكن شولتز أبدأ في الوقت ذاته معارضته للمطالب بخفض أهداف حماية المناخ بسبب تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا وما سينتج عنها من صعوبة توفير إمدادات الطاقة، وأوضح أن حكومته ماضية في هدفها تجاه الحياد المناخي بحلول عام 2045 من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من نيويورك الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية. دكتور نبيل، أهلا بك معنا. والحقيقة دعني أبدأ من تصريح الرئيس الروسي اليوم بوتين بقراره بالامتناع عن التعامل بعملات الدول غير الصديقة مقابل شراء الغاز الروسي والتعامل بالروبل الروسي. ببساطة شديدة، هل لك أن تشرح لنا معنى هذا القرار وانعكاساته بشكل عام على أسواق الطاقة وعلى أوروبا؟ أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة قرار بوتين أبلغ رد حدث إلى هذا اليوم على القرارات والعقوبات الاقتصادية التي وقعت على روسيا منذ العملية العسكرية 24 فبراير. منذ العملية العسكرية الحقيقة تصارعت العقوبات الاقتصادية بطريقة غير مسبوقة في التاريخ، من ضمنها مثلا تجميد نص احتياطي روسيا، تجميد أكثر من 300 مليار. وفي نفس الوقت كنا متوقعين أن روسيا ستتخلف عن سداد بعض الديون وبعض الفوائد في الأسبوع الماضي، ما حصلش، روسيا سددت كل اللي عليها. في نفس الوقت كان نتيجة طبيعية لهذه العقوبات الاقتصادية تراجع سعر الروبل مقابل الدولار بوتيرة غير عادية، وصلت ل 120، وصلت تقريبا ل 150 في الانتر بانك ماركت أو ما بين البنوك بعضها لبعض. حاول بوتين بقدر الإمكان أنه هو يحاول يحل المشكلة عن طريق رفع سعر الفايدة ل 20%، عن طريق إلزام المصدرين بتوريد 80% من إيرادات الصادرات ليها. المهم أن لو المتابع للأحداث يلاقي أو ما لقيش غير أن الهم الوحيد للاتحاد الأوروبي، الكونسيرن الوحيد ليهم وخصوصا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هو القيام بابتكارات وإبداعات
للعقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على روسيا. للجواب للتعقيب على سؤال حضرتك اللي هو تبعات أو القرار بتاع بوتين، بصفة عامة منقسم إلى قسمين: ما هو هذا القرار وإيه أسباب هذا القرار في هذا التوقيت؟ القرار بالضبط إن بوتين هيبيع الغاز ويستمر في بيع الغاز للاتحاد الأوروبي، اللي هو بيعتمد على تقريبا 40-45% من احتياجاته من روسيا، يبقى الإتاحة موجودة بس التسعير مش هيكون بالدولار، هيكون بالروبل بالعملة المحلية. ولو نرجع للأسباب نلاقي الأسباب كتيرة لقرار بوتين في هذا التوقيت سيد محمد. نمرة واحد، إن الاتحاد الأوروبي قام بجولات مكوكية في خلال شهر شرقا وغربا زي ما بنقول أربع أركان العالم للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وفي تقريبا قناعة كاملة باستحالة الاستغناء وتعويض الغاز الروسي حاليا، من إذا كان من النرويج، إذا كان من الجزائر، إذا كان من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان من قطر. كل واحد، خلي بالك حضرتك كما يعني كمعلومة كتير من اقتصاديين عارفينها، إن 70% من احتياجات الغاز بيتم استيرادها، و48 أو 49% بيتم استيرادها من روسيا. هذا الكم صعب جدا، أو مش صعب، مستحيل استبداله ومستحيل تعويضه. في نفس الوقت إن أمريكا اللي حاولت أيام ترامب إن هي تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ورفض الاتحاد الأوروبي، بتحاول إنها تصدر الغاز وبتحاول إنها to step up the production، لكن في نفس الوقت بيواجهها معارضة شديدة من شركات الشيل أويل والغاز الصخري في أمريكا. نعم. توسع فيما هو أكثر من 5-25% من معدلات النمو، زي دافن أنرجي، زي أكزن، زي بايونير ريسورسز. كل الشركات دي بترفض التوسع في الغاز الصخري تحسبا أن السعر المبالغ فيه اليوم ليس نتيجة عدم توازنات بين الطلب والعرض، لكن هو نتيجة geopolitical factors. تفضل. اسمح لي دكتور، أنا ما قرأت اليوم ردا على قرار بوتين أن ألمانيا على سبيل المثال بتقول هذا القرار غير قانوني. التعاقد كان أن يكون الدفع بالدولار أو اليورو لكن ليس بالروبل. هل هذا صحيح من ناحية القانونية من ناحية العقود أم لا؟ في وقت الحروب الضرورات تبيح المحظورات زي ما بنقول، وهم كمان يعني فرضوا عليه عقوبات، وفي نفس الوقت ما فرضوش عقوبات على الغاز والنفط الروسي اللي هو بيهمهم أولا وأخيرا. الوحيدة اللي فرضت حظر لتجارة البترول هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبيني وبينك 700 ألف برميل يعني ممكن يجيبوها من المكسيك، ممكن يجيبوها من كندا، مش حكاية، وحاولوا يجيبوها من دول اوريدي فرضوا عليها عقوبات زي فنزويلا اللي هي عندها أكبر احتياطي والمقدرة الإنتاجية عندها واقفة نتيجة العقوبات الأمريكية عليها منذ زمن بعيد. طيب دكتور، للحقيقة أنا عايز أستفيد بخبرتك وأبعد شوية عن مسألة قرار بوتين اليوم. بشكل عام العقوبات الاقتصادية الكبيرة والضخمة تتوالى يوما بعد يوم من قبل أوروبا وأمريكا على روسيا، هل ستؤتي ثمارها؟ هل ستؤثر في روسيا تأثيرا حقيقيا تجعلها يعني تتراجع عن مسألة استكمال الحرب في أوكرانيا أم لا؟ شوف حضرتك، سؤالك له شقين. الشق الأول، فات شهر أوريدي من بدء العملية العسكرية وهناك قناعة كاملة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى روسيا ولدى الصين، طبعا بدرجة أقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية همها الوحيد هو تحطيم القوة الصاعدة لروسيا والحليف الأول للصين. فحتى ما فيش هناك شواهد أو إشارات إن هي بتقوم بمجهود ولو معتدل للحيلولة دون تفاقم المشكلة الموجودة ما بين روسيا وأوكرانيا حاليا. الشهر اللي فات ده من 24 فبراير حتى هذا اليوم في قناعة كاملة
لأن الغاز الروسي لا يمكن تعويضه بدون أدنى شيء من الشك. أوروبا محتاجة 500,000 مليار متر مكعب، منهم 250,000 تقريبا من روسيا. وفي نفس الوقت لو وقف فعلا هذا التصدير، الحقيقة كان منعطف غير متوقع قرار بوتين الأخير، لأن القرار اللي كان بيتداول في أجهزة السياسة والدهاليز السياسية إنه هو هيوقف عملية التصدير، ما يقدرش إنه هو يضرب رصاصة في خزائن روسية في حد ذاتها ويكون القانون ويكون القرار بتاعه ضده. ولو إني كل العقوبات الاقتصادية ممكن يتم تداولها عبر بوابة الصين الأساسية وعبر أنبوبة، أكبر أنبوبة كلفوها أكثر من 70 مليار دولار اللي هو قوة سيبيريا، ما بين روسيا ما بين سيبيريا والصين. ودي في حد ذاتها الصين بعد الاستغناء عن الفحم الطلب عليها جامد جدا. وفي نفس الوقت اللي احنا مش لاقيين فيه زيادة إنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية من النرويج أو الجزائر، لسه من يوم امبارح رفضت الجزائر طلب الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو إعادة تشغيل أنبوبة مات جاز اللي هو ما بينها وما بين المغرب وأسبانيا، اللي هو بيودي ماكسيمم 12 مليار متر مكعب بالسنة كلها، واكتفت بالمات جاز اللي هو ديركت كريمو على 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 اسبانيا. في نفس الوقت اللي ممكن يحلوا الموضوع كله هو الخليج، هو السعوديه والامارات. والسعوديه والامارات الحقيقه مقروسين جامد جدا من افعال بوتين، افعال بايدن تقصد؟ متاسف، افعال بايدن والوحيده اللي عندها فائض إنتاج ممكن تعمله هي السعودية 2 مليون، ورفض طلب الولايات المتحدة الأمريكية وملتزمة التزام كلي وجزئي باتفاق 2021 بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل. يعني إن رزمي كملخص، العقوبات الاقتصادية ستكون مؤثرة على روسيا، لكن على الأمد الطويل. على الأمد القصير هي العقوبات الاقتصادية على روسيا ما هي إلا حصار اقتصادي خانق ومجحف على أوروبا بالذات. نعم دكتور، للحديث بقية، حديث معك ممتع للحقيقة، فإن شاء الله يكون لنا وقت، الفقرة انتهى، ففي القريب العاجل يكون لنا استكمال لهذا النقاش معك. الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أشكرك شكرا جزيلا دكتور.